Norman! Norman! تعي لهون لشوف. انت شو كنت عم تعملي برات البيت لهلا؟ شبك فؤاد؟ انا كنت عند رفيقتي سلمى. شبك؟ لهلا؟ رفقاتنا كلياتهم كانوا عندها واخذنا الوقت وما حسيت. شو صار يعني؟ طيب ليش ما خليتي اهلها يوصلوكي؟ ليش جايب تاكسي لحالك؟ لانه اهلها كانوا نايمين، يعني معقوله فيقوم ازعجهم مشان يوصلوني بعد نص الليل؟ وامك بتعرف انك انت كنتي برات البيت؟ ماما؟ لا، لانه كانت نايمه قبل ما اطلع، يعني مو معقوله ازعجها مشان الا بدي اروح عند رفيقتي سلمى. شبك فؤاد؟ كمان فؤاد؟ مينو هاي اللي كانت عم توصلك؟ مو ابتهاش خانو؟ ايه وشو كنتوا عم تساووا مع بعضكم؟ شو كنا عم نساوي يعني؟ كنت واقف بالطريق بدي وقف تاكسي، قام هي مرقة بالصدفة، قالت لي خليني وصلك. رفيقة أمك عم توصلني، شو فيها؟ فيها إنه رفيقة أمك عم بتوصلك على بيتك بعد نص الليل. شبك حبيبي؟ ليش هيك تلبكت؟ ايوه، قصدك تتغدي فيه قبل ما اتعشى فيكي، ايه ما حذرتي، وبكره الصبح بدي أقول لأبوكي إمتى رجعتي على البيت. اوكي، قول لبابا، وأنا رح أقول لماما مين كان عم يوصلك. ايه فوتي تضربي بهالشكل.